ايه الحالات اللي مصر هتقترض فيها من دولة ومؤسسات أجنبية؟ الإجابة في الفيديو ده. في مارس اللي فات البنك المركزي المصري أعلن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليسجل 155 مليار دولار بتراجع قيمته 700 مليون دولار. الانخفاض ده بيعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بحوالي ملياري دولار. طيب هل هنفضل نقترض تاني ولا لأ؟ الإجابة كانت عند وزيرة التخطيط هالة سعيد، واللي أكدت إن الاقتراض مش هيكون إلا في أوقات الضرورة لمشروعات ليها عوائد تنموية وبشروط ميسرة. كمان مصر مش هتقترض إلا في حالات مرتبطة بالأمن الغذائي أو الطاقة وتكون تنموية وليها فترة سماح طويلة وأسعار فايدة مخفضة. كمان وزيرة التخطيط أكدت إنه مش هيتم الموافقة على قروض للجهات اللي بتستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة.